بص بقى يا عم حمزاوي، ما تفضلش قاعد تعمل لي كده. الكلام ده هتفضل فاكره من وانت صغير لحد ما تكبر. ده البحر الاحمر وده البحر المتوسط، وهنا ليبيا وهنا السودان. هنيجي هنا بقى، ده احلى مكان في الدنيا، اسمه سينا. من زمان وفي الناس الوحشين عايزين ياخدوا سينا دي، بس مفيش حد بيقدر. اللهم انا نحتسب هذا العمل عندك، اللهم انا نحتسب هذا العمل عندك، فاكتبه اللهم لنا في ميزان حسناتنا، اكتبه اللهم لنا في ميزان حسناتنا، واجعله شاهدا لنا لا علينا، واجعله شاهدا لنا لا علينا. قول ورايا. رفح، رفح، الشيخ زويد، الشيخ زويد، العريش. التأثير في الجمهور مش موضوع سهل، ويمكن كنا فاكرين زمان انه بيحتاج لدور بطولة علشان تعلم مع الناس وعشان تفرق مع الناس، ولكن احنا في هذا العمل شفنا فنانة قدرت من خلال مشاهد قليلة تخطف الجمهور كله معاها في دور الست البدوية، أم أحد الإرهابيين بمسلسل الاختيار، بصمت بليغ قدرت في مشهد واحد أجمع عليه كل المتابعين على السوشيال ميديا على إن هي قادرة إنها تعبر بجدارة من خلال عينيها ووشها عن مشاعر متناقضة قاسية بداخلها، ما بين خجل من اللي ابنها الإرهابي عمله وشعور بالذنب لعدم حمايته من هذا المصير، ووجع الأم، وجع أم إنها فقدت ابنها الوحيد. إحنا النهاردة معانا الفنانة القديرة ماجدة منير، برحب بيكي. أهلا بيك حبيبتي، كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك طيبة. يعني زي ما قلت، مشهد أو مشهدين ولكن قدروا يفرقوا مع الناس بشكل كبير جدا. إحساسك وصل بتعبيرات وشك، بملامحك، عينك، الناس كلها تأثرت معاكي، ويمكن السوشيال ميديا ساعتها كان بيتكلم عن مين الفنانة دي؟ يعني لا، احنا محتاجين نشوفها أكتر، ومحتاجين نشوفها في أعمال أكتر وأكتر. إن شاء الله أتمنى. لا يعني قولي لي بقى، مشاركتك في المسلسل جت ازاي؟ كمان انا عارفه جالك ردود فعل كتيره جدا على دورك. جدا، انا بقى لي يمكن 4 ايام ما بنامش. يعني عندي حب استطلاع اعرف الكل، وبعدين متلخبطه يعني اطلع من بوست على بوست على بوست، مش عارفه ارد هنا ولا هنا ولا هنا، مش ملحقه. انا متفاجئه برد الفعل الحقيقه. متفاجئة جدا. انا اتعرض علي المسلسل اللي رشحني المخرج جميل قوي بيتر ميمي. ده تاني عمل معاه، تاني عمل بعد كلبش 2. فهو اللي مرشحني، لان هو عارف امكانياتي، وهو حطني في حته وهو عارف كويس قوي ان انا هعملها زي ما هو عايز، فهو اختارني انا بالتحديد. فرحت قريت يعني قريت الورق وقابلته واتكلمنا في الشخصيه، بتلبس ازاي وبتتكلم ازاي، طبعا بتتكلم سيناوي. والغريبه بقى ان تعليقات كلها بتقول ان انا من سينا، انت الست دي لا 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 تحكوش علينا بقى، الست دي اصلا مولوده في سينا. واصلا اتقنتي اللهجه السنويه؟ الحمد لله. انا يعني برضو ده يعني مسبب لي سعاده الحقيقه، لان انا لما ما بحب اعمل اشتغل بلهجه سواء غير اللهجه العاميه المصريه العاديه، او يعني لو فصحى احب اقول التشكيل مظبوط جدا، لو صعيدي احب اقول الصعيدي الصعيدي، يعني ايه كده. اللهجات انا بهتم بيها جدا، علشان اهل هذه البلاد اللي بيتكلموا اللهجات دي بيزعلوا قوي لما ممثل او ممثله يطلعوا يلخبطوا اللهجه بتاعتهم، بيزعلوا جدا، تصعب عليهم نفسهم. طيب يعني. وكان بالنسبه لك اتقانك للهجه السنويه كان في صعوبات؟ كان يعني اخذتي وقت لا طويل؟ لا، هو في البدايه بس كان في صعوبه في البدايه، يعني لسه بدايه تعرفي على اللهجه السيناوي. كان في مصحح لهجه قعد معايا وقرا الورق قدامي لوحده الاول،
وانا قريت وراه ومرتين مثلا، وبعدين راح مسجله لي صوت وسابني بقى، وقال لي لو احتجتيني في اي وقت كلميني. فانا بقيت اسمع صوته هو على التسجيل والورق قدامي، انا مشكله الورق كمان تبع اللهجه، المكسور ايه والمفتوح ايه والمتسكن ايه، كل ده انا مسجلاه بالقلم الاحمر، يعني الكتابه بالازرق والتشكيل بالاحمر مع السمع. خلاص مره اتنين تلاته اربعه، ما انا كل شويه بقى افتح يعني واقعد وانا ماشيه في البيت اقول، وبعدين ارجع للورق تاني وارجع للتسجيل تاني، لغايه الحمد لله بقت سلسه بالنسبه لي. جثتي برضو شخصيه صعبه، يعني ام ثانويه وفي نفس الوقت ام لشخص عنده افكار شاذه ارهابي، بيحاول يقنعها طول الوقت بافكار هي مش مقتنعه بيها، اقتنعت فتره بعد كده لقت ان الحقيقي اللي بيحصل عكس كده، مشاعر متناقضه، في لخبطه بين الصح والغلط. يعني قدرتي ان انت يعني ترسمي الشخصيه دي ازاي اللي احنا شفناها وتتقمصيها ازاي؟ بحط نفسي مكان الام دي، اي دور بعمله بجنب ماجدة منير دي على جنب تستخبى شويه دي كده، وتطلع لي الشخصيه دي اللي انا هتلبسها دي اللي هتلبسني، واتفرج على تفاصيلها من بره ومن جوه، وابتدي اتعامل انشط بتاع الذاكره الانفعاليه عندي ان هي تديني معنى الكلام. فاذا كانت الام مصدومه غضبانه خجلانه، اي احساس بيترجم على وشي على طول، انا احسه من غير ما اقصد، هو بيترجم على وشي لوحده لانه هو جاي من جوه، جاي من جوايا. ام التكفيري انا شخصيا كماجدة منير شايفاها ست قليله الحيله، قليله الحيله فعلا زي ما بيقولوا، يعني في زي ما مكتوب على الورق، يعني قليله الحيله. هي نصحت ابنها، قالت له في مشهد من المشاهد يا ابني ابعد عن الطريق ده، بص لعيالك، عيالك محتاجينك، وانا ست كبرت وما عنتش قادره ان انا اربي العيال يعني. فهي مغلوبه على امرها، هي مش عارفه تعمل معاها حاجه يعني، لكن وفي نفس الوقت هو وحدها. فلما يدخل عليها كراره عايز يقبض على وحدها ده، واصلا ابنها عاطف قايل حاطط في دماغ حاشي دماغها بان دول الطواغيت وان دول اعداء ربنا و و و و، فلازم كان هيكون رد فعلها اول ما يدخل عليها قرار الغضب اللي ظهر في اول مشهد ليا ده. بعد ما هو اتكلم وشاف الاكل وجاب كرتونه التعيين من العربيه العسكري اللي جابها وفتحه، وابتدت هي يشوف الجزء الإنساني في الضابط اللي هي ما تعرفوش، فابتدت ملامحها تلين شوية. أيه. تلين، لا بس بارع، يعني بارعة الحمد لله بجد، الحمد ما شاء لله. الله الحمد لله. احنا معانا مشهد دلوقتي هنروح نشوفه كمان وهنتابعه مع حضرتك ونرجع نعلق عليه. ركز يا رجالة، مفيش لا ذخيرة ولا سلاح. بالراحة يا ابني على حاجة الناس، بالراحة. السلام عليكم يا شيخ العرب، انت اسمك ايه؟ عامر. عاشت الاسامي. وانا اسمي احمد. ما تخافش، مفيش حد لا يأذيك ولا يأذي اخواتك ولا جدتك. انا ما خايف من شر. جدع، انا مش عايزك تخاف من حاجة. شكله كده كنت بتاكله مش كده؟ ايوه، لسه ما اكلنا ولا لقمة من الوكل. طب يا عم ما تزقش، احنا 5 دقايق ونمشي على طول. وريبه كنت بتاكلوا ايه؟ ايش هتاخدوا منا لقمه الخبز المبلوله كمان؟ لا يا حبيبي احنا ما ناخدش حاجه من حد. ياسر عمر يا فندم، هات كل التعيين في العربيه بره. حاضر يا فندم. يلا فين ام الولاد يا حاج؟ ماتت من سنتين.
بتسأل ليش؟ مطلوبة هي كمان. ربنا يرحمها ويرحمكم من اللي ابنك عامله فيكم. هو قدر ربنا يسيب الأيتام دي كده؟ إلنا رب لا بيغفل ولا بينام. ونعم بالله. مفيش حاجة يا فندم. ماشي يا هشام، اخلوا انتوا. يلا رجالة على العربيات. دي كل الحاجات اللي في العربيات يا فندم. حطهم هنا. فتحها كلها. روح انت. حاضر يا فندم. احنا ما نقبل صدقة من حدا. وخصوصا منكم. احنا ما فقراء. لا يا حاج. انتوا الفقراء ولا دي صدقة؟ انت عندك رجالة زي الفل محتاجين ياكلوا. اعتبريها هدية مننا. النبي قبل الهدية. يلا شيخ العرب تعالوا بقى نشوف الاكل ده ايه. يلا اكل اخواتك. يلا امسك. شايف يا حاج العسكري اللي جاب لك الاكل عشان العيال دي تاكل؟ هو ابنك بقى بيدور عليه وعلى اللي زيه عشان يقتل فيهم. شايف ان ده يرضي ربنا؟ شايف ان كده بيجاهد في سبيل الله؟ شيخ العرب خلي بالك من اخواتك وجدتك، ها مالهمش غيرك. السلام عليكم. المشهد هنا شفناكي جمعتي ما بين اكتر من احساس، القسوة والكره للضابط بسبب ابنك. ابنك عمال بيدخل في دماغك كلام كله غلط إرهابي وبيحاول يقنعك بهذه الأفكار، فلقينا مشاعرك كلها منتهى القسوة ونظرتك فيها قسوة شديدة جدا. وبعد كده شفنا يعني خجل من اللي ابنك بيعمله، وبعد كده لين. فقدرت تجمعي ما بين أكتر من إحساس في مشهد واحد. يمكن عندي فكرة عن إن أهل الصحراء بيبقى عندهم صلابة كده في الشخصية تصل إلى حد القسوة الملامح، يعني نتيجة الظرف الجغرافي اللي هم بيعيشوه يعني في الصحراء يعني. فأنا وبعدين بالإضافة طبعاً إن ده واحد جاي يقبض على ابنها، يعني ابنها الوحيد، فيعني مش معقول هترحب بيه وتعمل له بقى شاي ويقعد وتفضل وكده، يعني كرهاه هي يا عمى. هي كرهاهم، كرهها الجيش. اللي بيحارب جاي يقبض على ابنها يقتله يعني في رقبتها ثلاث أطفال. فإحساس الأمومة ده هو اللي خلاها أخذت الكره ده، مع طبعاً اللي ابنها مشربه لها يعني. بس هي مش مقتنعة بكلام ابنها، هي حاولت تسنيه عن طريقه وهو مرضيش. فلما بتشوف إنسانية الضابط بتبتدي قلبها يرق شوية ويحن شوية. في حاجة مش مظبوطة، في حاجة غلط. في حاجة غلط، هي عبرت عن ده بوشها. كل ما هو يقول جملة هي تعبيراتها بتتغير. أنا ما كنتش أقصد ده. أنا بسمع كلام الممثل اللي قدامي واعمل الرياكشن حسب كلامه اللي يتفق مع الشخصية، فبيطلع الرياكشن من غير ما نقصده، من غير ما كنت ببقاش مركزة في ان انا بعمل كده، هو بيطلع لوحده. وهو ده جمال الموضوع اللي الناس لقطته بجد، ان كل بيقول اداء طبيعي جدا، فيش اي تشنج، غيرت التعبيرات. يعني الناس أذكية جدا الحقيقة، بيلقطوا تفاصيل في غاية الغرابة اللي أنا نفسي ما كنتش واخدة بالي إلا ما هم قالوها. أنا بأدي دوري زي ما أنا فاهماه، هم سلطوا الضوء على مناطق أنا نفسي كنت عاملاها بشكل تلقائي. وده أساعدني. الكواليس بقى ما بينك وبين أمير كرارة والأطفال الصغيرين أحفادك في المسلسل، أنا عارفة إن في مواقف طريفة كمان جمعتك بيهم. بصي طبعا امير كرارة انا بعزه جدا الحقيقه، جدا جدا، من ساعه ما اشتغلنا في كلبش
لأنه شخص متواضع جدا، ديسنت، لطيف قوي، تحسي بالراحة وانت بتشتغلي قدامه. مش عامل فيها نجم، مش عامل فيه، هو نجم ولكن مش عامل فيها نجم، يعني متواضع جدا ولطيف جدا. نقعد نراجع المشهد مع بعضينا قبل ما ندخل مرة اتنين تلاتة كده، تمام تمام، ندخل نشتغل، وبعد كده كل واحد يروح اوضته او الكرفان بتاعه كده يعني. طيب هنروح نشوف برضو جزء تاني ومن دورك طبعا في المسلسل ونرجع تاني. يعني انت مش زعلان مني؟ وزعل منك ليش؟ هدول طواغيت، حربهم واجب وقتلهم اجهاد، وكل اللي عندهم غنايم، وحلال لكل مجاهد، واللي حلال للمجاهد حلال للأهل. قتلتوها كلها؟ ما ضل منها شيء؟ ضل عندي واحدة لأولاد الصغير خباها من إخوانها. هيتك جعان يا كبتي؟ اليومين ما دقت الوكل. يرضي مين هذا يا ولادي؟ أنت جعان وعيال جعانين، والله قلبي محروق عليك أنت وعيالك، وماني عارفة إيش أسوي. إنما النصر صبر ساعة يمه، وأني قريب إن شاء الله هيصير إلي شأن كبير، والأيام الجاية جايبالي وجايبالكم خير كتير. اصبري واحتسبي، سلميلي على العيال، أنا معقد وعرفيهم على طول إن أبوهم مجاهد بيحارب عشان نصر دين الله، فكريهم إن هدول طواغيت مرتدين كفرة، حتى وإن داهن وهذا وأظهر الود. مشهد الابن وهو بيحاول يقنع أمه بحاجة هي مش مقتنعة بيها، إنه دول طواغيت وكفار وكل الكلام ده، بيحاول يقنع فيها وهي مش مقتنعة. إحساس صعب جدا ومشهد صعب، مشهد صعب جدا، وانا شايفاكي متاثره كمان قوي وانت بتتفرجي عليه. ليه؟ ما كنتش فاكره انا عامله رياكشنات شكلها ايه وانا بشتغل. فلما بشوف نفسي ببص هل انا عملت الرياكشن الصحيح ولا لا. الناس هم لفتوا نظري. بالمناسبه القصه دي حقيقيه. يعني فعلا الشخص ده الارهابي كان سبب في إزهاق روح الشهيد ياسر، رغم أنه المجند والشهيد ياسر هو اللي كان بيجيب الأكل لأولاده، وفي الآخر كان رد جميل إيه؟ كان يعني هما الاثنين فجروا، هما الاثنين يعني هما الاثنين راحوا. المجند الحقيقي اسمه أيمن شوية، ربنا يرحمه يا رب، ربنا يرحمه يا رب. ودي قصة حقيقية فعلا، وكان بيجيب لأهله وأولاده الأكل، وفي الآخر أنا قطع حضن الإرهابي قطع قلبي المشهد ده لما شفته الحقيقة. لما شفتي لما شفته هو بيجري ناحية التكفيري وبينفجره، يعني زعلت عليه قوي قوي، حزنت يعني كمصرية بقى بغض النظر عن المسلسل. يعني هو المسلسل كلنا بيفكرنا بالشهداء، و الله يرحمهم كلهم، ربنا يرحمهم يا رب. طبعا يعني دموع، احنا مقدرين دموع حضرتك، احنا كلنا بصراحة المسلسل مأثر فينا قوي، مأثر فينا قوي لما بنشوف كمان بطولات شهدائنا اللي بيضحوا بأرواحهم. المشهد بتاع الجنود اللي اتقتلوا وقت المدفع دول كمان برضو كان مشهد مؤثر جدا جدا جدا، يعني وقت الفطار كمان. يا رب يعني يا رب الناس لا قتلوهم وقت الفطار يعني. كان مشهد صعب قوي. الله يرحمهم، ربنا يرحمهم. عشان نخرج بس من التراجيديا اللي احنا عملناها دي. شفتي صورة أيمن شوية ربنا يرحمه الشهيد، الشخصية الحقيقية؟ طبعا شفتي صورته؟ طبعا شفت أحمد المنسي الحقيقي. أنا دخلت على جوجل وجبت كل التفاصيل بعد ما خلصت تصوير، يعني دخلت أقرأ بقى عن وأي حد بينزل أي حاجة عن الموضوع بدخل أقرأها. كنت مهتمة جدا الحقيقة أن أنا أقرأ كل التفاصيل. المسلسل من النوع ده
مهم دايما انه يكون معانا، يفكرنا دايما ببطولات شهدائنا وازاي الناس دي فعلا يعني بتضحي بنفسها علشان خاطر البلد دي، عشان خاطرنا. انا نفسي يتعمل على الاقل كل سنه حاجه زي كده على الاقل، بس بتمنى تتكتب حلو. الكتابه مهمه جدا جدا، بمعنى انا ما بحبش الفن يبقى مباشر بشكل مواعظ يعني. ايوه ما بحبش كده، لا ادي لجمهورك المعلومه هو يكتشفها من خلال مواقف، يعني مش بشكل مباشر. انا مش قاعده في ندوه ولا انا قاعده في بسمع وعظه، انا بتفرج على فن، فاعمل لي الفن بشكل فني بلاش يعني. نفسي اتمنى الكتابه تبقى كده، ساعتها هتاثر. احنا القوى الناعمه، احنا الفن هو القوى الناعمه اللي ما فيهاش مواعظ ولا سلاح ولا اي حاجه من دي. صح. احنا المؤثرين في 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 فن بيقوم ثورات. يعني لو هو فن حقيقي تنمية الوعي سلاحه انه بيوعي الناس، بيوعيهم جدا، بيعرفهم تفاصيل التفاصيل. طبعا هنروح نشوف دلوقتي برضو مشهد من اقوى المشاهد ونرجع تاني عشان يعني okay. انت متاكد انه هو يا ولدي؟ يجوز يكون حدا غير هو يمه. الاخوه بعتوا لنا واكدوا لنا انه هو اللي نفذ العمليه، والحكومه عرفتها. شد حيلك. هالحين متحافظين على الجثة في المستشفى أو اللي ضل منها. إحنا إنا ناس بتتابع هناك، أول ما يصرحوا بتسليمها هنطلعها نيجي ندفنها معاكي من غير ما حدا يشعر بشيء. لا تخافي. ليش يا ولدي؟ ليش؟ هو هذا الشأن الكبير اللي كنت منتظره؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يتقبل من الشهداء يما، يصبرك أنت وعيالها ويقويك على حملهم. ما في حدا يعرف بعلاقتي بالإخوة، وخاطرت وجيت أبلغك كرامة للشهيد وللعشرة اللي كانت بيني وبينها. لكن قسما بالله لو حكيتي مع حدا ولا جيبتي سيرتي ما هعمل حساب لشيء. السلام عليكم. المشهد بقى اللي لسه ما اتذاعش، يمكن المشهد ده لما بنشوفه ده واقع حقيقي 100%، خست وندلت هذه الجماعات الارهابيه، مش باقيين على هموم نفسهم، مش باقيين على حد. بالظبط بالظبط. كان عايز تقولي حاجه؟ لا انا كنت عايز اقول لك حاجه بس مضحكه، يعني المشهد ده اللي كان مع ابني ده وهو بياكل التونه بايديه، بعد كده ما اعرفش شالوها، الظاهر في المونتاج ان هو بعد ما كان بيخلص اكل بيجي يقعد جنبي ويقول لي يعني ودعني عشان هيمشي، فبيقعد التونه كلها والزيت بتاع التونه كله مغرق ايديه، بيقعد يقول لي ما تخافيش عليا يا امه وخدي بالك من العيال يا امه. فيعني ما ادراكي ما التونه. معلش بقى لا، وده مشهد يعني كمان صعب جدا، هو بيبلغك ان ابنك يعني مات، وفي نفس الوقت بنشوف الخسه بقى والنداله، وبيقول لك بيهدد تهديد كده واضح جدا وصريح. ودايما كمان يعني التكفيريين بياخدوا اولاد أولاد الناس اللي بتموت عندهم عشان يربوهم على هذا الفكر التكفيري من هم صغيرين، أطفال من هم هيعملوا كده بقى هيعملوا كده في ال أنا مش عايزة أحرق لك الحبة اللي فاضية. ماما عامة هي معلومة، هي معروفة أصلا ده اللي بيحصل فعلا، يعني ده اللي بيحصل إن هم الشخص بيموت من عندهم بياخدوا أولاده بيربوه على الفكر التكفيري والجهادي. بس هل بقى الأم هنا
هتديهم الفرصة؟ هل الجدة هنا هتديهم الفرصة؟ مش هقول لك. كله عمال يسألني احنا لو منك نروح نبلغ عن التكفيريين اللي هي عارفاهم دول. اقول لك انا حاجه بقى، الام الثانويه جدعه. هي جدعه جدعه وهتعمل كده. هتعمل كده. انت ذكيه بس انا برضه لا. هتعمل كده. قبل بس ما اروح للمشهد الثاني، الام اللي ربت شخص تكفيري وارهابي عندها، بصراحه احنا يعني ما ادتناش شعور واضح وصريح، احنا مش عارفين هل نحبها نكرهها، يعني دي نتعامل معاها ازاي؟ اغلب التعليقات كانوا بيقولوا لي احنا مش عارفين نبقى معاكي ولا عليكي، نبقى معاكي ولا مش قادرين، مش عارفين نحدد، مش فاهمين، يعني مش قادرين نبقى معاكي ولا عليكي، مش عارفين. هي ما ربيتوش كده، هي اصلا ست جهله، يعني ما هيش لا دخلت مدارس ولا اتعلمت ولا اي حاجه، جهله، فمش هي اللي ربته على كده، هو اتلقط منها، يعني حد خده وهي مش دريانه، رباه على كده وهي مش واخده بالها، هي مش واخده بالها. لو كانت واخده بالها ما كانتش عملت المشهد اللي بتقول له فيه بكفاياك ولد الطريق هذا، بكفايه وهم اللي ما مشوا في طريق الاجهاد هذا هتحرم عليهم الجنه؟ ما كانش سلام على السناوي. يا سلام. شفتي لسه حافظه. ما كانتش هتقول، هي ضد اللي بيعمله ابنها. ما تقدريش تلوميها، هي مغلوبه على امرها، مفيش بايدها حيله. طب هنروح برضو نشوف مشهد، المشهد ده بالنسبه لنا ماستر سين، مشهد كده يعني مشهد دقيقة قليلة ولكن بيحمل الكثير والكثير من المعاني والرسائل. أكيد مشهد المستشفى. أكيد مشهد المستشفى. اتفضلوا. يلا يا رجالة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الشهيد حبيب الله. الشهيد حبيب الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الشهيد حبيب الله. الشهيد حبيب الله. مبسوطة كده؟ مبسوطة، ربنا ما يكتب على حدا حرجة القلب اللي بيه يا ولدي. ما انا جيت لك ونبهتك وانت ما سمعتيش الكلام. كان هيموت برضه، تفرجيش يموت على يدكم ولا على يدك؟ لو كنا احنا اللي مسكناه كان زمانه دلوقتي عايش، احنا مش قتلين قتلة. ما هو مخليكم تمسكوه حي، ولدي اتكتب عليه الموت. ما اختار طريق هذا مش حقيقي، مفيش طريق مفيش رجعة، حتى لو كلامك صح كان زمانه دلوقتي مات لوحده، مش بيقابل ربنا ويشيل دم الغلابة دول. النصيب يا ولدي. شايفة البطل اللي شايلينه هناك ده؟ اهو ده اللي راح العربية عشان يجيب لك أكل عشان تاكل أنت والعيال الصغيرين بعد ما ابنك سابكوا تاكلوا عيش مبلول. البطل ده اسمه ياسر، ده اللي ابنك رد الجميل فيه بعد اللي عمله معاك. عارف رد الجميل كان ايه؟ كان اول واحد قتله على ايديه. الست سنوية بتفهمي في الاصول، كل بدو سينا بيفهموا في الاصول ورد الجميل. هو ده رد الجميل؟ مكفيك يا ولدي، يا الله يرضى عليك، مكفي. انا فيه اللي مكفيني. لو عايزه تكفري عن ذنبك صحيح، يحمي ولاده من اللي معرفتيش تحمي ابنك منه، ربي ولاده على اللي معرفتيش تربي ابنك عليه، يمكن ربنا يسامحك ويغفر لك. السلام عليكم. مشهد قصير ولكن بيحمل معاني كتيرة جدا. تناقض جواكي كبير قوي، الأم اللي ابنها إرهابي، خجلانة منه، مكسوفة منه، وفي نفس الوقت ندمانة انه تلعب بالتربية دي، وفي نفس الوقت زعلانة، يعني في ألم على موت ابنك الوحيد. ومشهد كان صعب في الحقيقة، يعني أمير هنا أو المنسي بيقول للأم
بيقول لها هو المجند اللي استشهد ده كان بيجيب لكم الاكل وفي الاخر كان ايه المقابل؟ مقابل كان استشهاده على يعني على يد ابنك. ما كانش فيه في ايدها حاجه غير انها تقول النصيب يا ولدي. هو ليه في دموع في عينك؟ تصدقي كل ما اشوف المشاهد المؤثره في المسلسل سواء ليا او لاي حد من زملائي يعني وانا قاعده في البيت لوحدي انا ببكي يعني بيبقى غصب عني. غصب عني يعني المشهد كان صعب جدا لان هو رايح يستلم الشهيد وهي راحت تستلم ابنها. هي يعني متقطعه ما بين الاثنين يعني يعني جواها حزن مركب ومش مفهوم يعني هي مش عارفه يعني عارفه هي في حاله صعبه جدا. والكلمه بتاعت ده الشهيد اللي اكل ولادك دي كانت صعبه قوي. طبعا 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 اللي كان بيجيب لك الاكل اللي ابنك قتله يعني طبعا. طب تقولي ايه لام الشهيد لو عايزه تدي لها رساله تقول لها ايه؟ بصي هم كلهم كل رجال الجيش والشرطة بيبقوا روحهم على كفوفهم وهم بيبقوا عارفين ده والأمهات بيبقوا عارفين ده بيبقوا عارفين بيطلبوا من ربنا على طول دايما دايما في الدعاء إنهم يرجع أولادهم سالمين بس ان هم يروحوا بتبقى موجوده جوه اي اسره أي عندها حد عجبها او يعني ف ام الشهيد انا بشوف امهات شهداء بيلبسوا ابيض يوم استشهاد اي حد ليهم اخ او ابن او فرحه استشهاد ان الشهيد على الجنه على طول يعني فده في مكان افضل عند ربنا شويه شويه بتمنى ان ربنا ينزل الصبر على كل امهات الشهداء يا رب يا رب. طيب مع الاختيار بقى عندنا ليالي 80 عندنا برضو اكتر من عمل جمعي سالم واحنا لسه صغيرين برضو سريعا كده كلمينا عن ادوارك ورد الفعل عن مسلسلات جامع سالم بيتكلم اخراج المخرجه الجميله جدا ايمان حداد انا بحبها انا قبلت الشغل عشانها عشان انا بحبها واشتغلنا مع بعض من زمان يعني عشان يبان ان انا يعني بس يعني ما حدش يفتكر ان انا كبيره ولا حاجه يعني لا طبعا غيروا قمر من ايام ام كلثوم كانت هي بتساعد استاذه نعم محمد علي فيعني بنعرف بعض من زمان يعني فانا بعزها جدا وهي هاديه جدا في التصوير لطيفه جدا جدا يعني فبحب اشتغل معاها اشتغلت معاها قبل كده مسلسل في لما كنا صغيرين برضو طالعه مامة نهى على ما اعتقد اللي اتقتلت وابنك متشدد برضو عندك ابن متشدد برضو ربنا باليني ربنا باليني كل مسلسل بعيال تسد بنفسي يعني يا حضرتك في ايه بقى؟ معرفش يا اختي تربيتي طالعه خايبه كده ازاي؟ بس الكلامش كان ابنك شهيد. اعترف برضه. ابني لا ابني مات في السجن قتلوه في السجن عشان كان متعاطف مع سليم. وعندنا كمان ايه الاعمال الثانيه اللي جايه ان شاء الله؟ بصي في مسلسلين انا كنت شغاله فيهم وصورت فيهم فعليا. لسه ما كملوش لان ما لحقوش موسم رمضان هنكملهم بعد العيد ان شاء الله. اخيرا بقى استاذه ماجده لو ليكي برضو عايزين من حضرتك كده نصيحه توجهيها للاسره ازاي تربي اولادها صح على الفكره الصحيح وتبعدهم عن الطريق الضال ده والافكار الشاذه والافكار الارهابيه. ما بيني وبينك انا يعني مش الاطفال اللي عايزه تتربى اولياء الامور هم اللي عايزين يتربوا يعني انا ما اقدرش انصح الامهات والابهات لان هم نفسهم اللي عايزين تربيه من اول وجديد. لازم بقى ده دور الاعلام
لازم يبقى في الاعلام مستمر جدا، لازم يوعي، والام والاب لازم يتابعوا بشكل دوري مع الاولاد بالزبط. يعني على طول يتابعوا معاهم بالظبط كده، ما يسيبوش، ما يقولوش احنا غلط ربنا وسيبناهم. الافكار العنصريه ولا العنف ولا، لازم هم يبعدوا الولاد عن الحاجات دي لازم. بس طبعا عشان يبعدوا الولاد عن الحاجات دي لازم برضو الدوله تبقى موفره اماكن ترفيهيه لكافه المستويات الاجتماعيه. لازم. ليه؟ لان الاطفال بيبقوا عندهم طاقه عاليه جدا، بيطلقوهم في الشارع فبيتربوا في الشوارع، او بيبقوا الاصدقاء اكثر تاثيرا من الاب والام. فالدوله مسؤوله عن جزء كبير برضو، يعني عليها عامل كبير. توعيه كبار، والكبار بالتالي صح يعرفوا يربوا الصغار. حضرتك كنت منورانا، وكل سنة وانتي طيبة، وان شاء الله نشوفك في أعمال أكتر ان شاء الله، وتكسري الدنيا. ميرسي جدا. أنا بس ليه رجاء يعني للمخرجين والمنتجين، يعني يحاولوا يدوني أدوار مش نمطية. كفاية الأدوار النكد دي اللي أنا بقعد أعملها. أنا على فكرة بعرف ألعب كوميدي، وبعرف ألعب أنواع مختلفة من التشخيص يعني. أنا أعتقد كمان بعد المسلسل المسلسل ده هيبقى ان شاء الله فتحت خير عليكي بشكل اكبر. واعتقد برضو انا حاسه انه يعني دورك في المسلسل الاختيار تحديدا، والاعمال الاخيره اللي عملتيها، لو ممكن اقول انه رد الاعتبار لقامتك الفنيه بشكل اكبر، لانه زمان حضرتك اتظلمتي كتير. تعبت انا يعني حقيقي يعني تعبت، وما كانش ليا الظهر. انا ده كله مجهودي، لا انا لا ضمن شله ولا مجموعه ولا ومليش علاقات في الوسط. عشان كده انا اتاخرت، وكمان لان انا اشتغلت فتره طويله جدا، يمكن 40 سنه مسرح. لا حضرتك طبعا يعني، ويعني واخوك المخرج الكبير مراد منير. مراد منير تربيته بقى. تربيته. لا انا متاكده ان شاء الله انه الفتره اللي جايه هنشوفك في اعمال تمتعينا بها بفنك وبقيمتك الفنيه الكبيره، لانك في الحقيقه يعني مكسب واضافه لاي عمل هتكوني موجوده فيه. بجد جدا بجد. الاختيار ملحمه تاريخيه من البطولات، كلنا لازم نعلم اولادنا ونفرجهم المسلسل ونقول لهم ان هم دول فعلا القدوه، هم دول اللي احنا لازم نتعلم منهم. بنعيش حالة فريدة من نوعها. هم دول الرقم الواحد الحقيقي اللي احنا لازم نقتدي فعلا بيهم. شكرا لحضرتك، وشكرا ليكم، وكل سنة وانتم طيبين.